يا خالتي، اليوم عندنا عيد حنا في الانجليز، البرقوق تاع البرقوق الجزائري اللي صنعوا سلالة ولحقنا هاوليك برقوق حتى لتما دقته عجبني، وهذا ديال سلالة. على كل حال نشكرك ابو العتاريس، يا واحد البطاطا نشكرك على البرقوق. وهادو كي بروميت الفخامات، وهو قلت له انا بلا غير كي غتني ومنا شريت كليكوشه، ها ملي كليكوش ها باش ما تقولش باللي ما شرينا لك كليكوش، و ها لك شرينا الكليكوش تبارك الله فينا وفي في صحاب لي زانجليز، داروا كوتاسيون وعطاونا دراهم. وانا بصح انا عجبني غير البرقوق، ولا العجم انا ما حبيتش نهضر على الكوش، حبيت نهضر على البرقوق هذيك تاع عمي يا سلال. على كل حال عمي سلال بعث لنا، كان في كلمته كان بسمو قالك خليكم من البترول والغاز والسياحه نصدروا البرقوق، وكما كان الحال خويا رضا قبيله عيط لي قال لي وكان اوجه البرقوق اللي هضر عليه سلال. انا قلت له لازم تخلي لي زوج ولا ثلاث كراطن، قال لي كيف؟ قلت له اخويا انا منتوج تاع الجزائر. بون قال لي خلي الكرتونه، رحت جبت كرتونه مي بنين حتى لتما، وحاجه واحده اخرى ومام طور شريت ليكوش ليكوش الفخامات، وهو هكذا باش باسكو قالوا لي كل 5 دقائق يدير بيبي، ابا شريت له 6 كراطن، او سقسي رضا او كان معايا رضا، شريت له 6 كراطن صافي. 6 كراطن باش يديروا له، كان يدير بيبي 5 مرات في النهار يشدوا له واحد 6 شهور بلا ما يديها من الميزانيه تاع الشعب. اسيدي حنا نخدموا عليك، والله العظيم غير حنا نخدموا عليك، غير سقسي رضا تفهمنا ومنا وما تقلقش روحك يا فخامته، انت دير لي كوش وحنا نبعثوا لك لي كوش. روح الله لا يتربحكم يا وجوه الشر. تفوه.